نسخة غير مسبوقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تثبت من جديد قوة مصر الثقافية باعتبارها قبلة للتنوير في العالم العربي وملتقى للمثقفين على مستوى العالم. وفي هذا الإطار تم إعلان أسماء الفائزين في جوائز المعرض، حيث فاز في فرع النقد الأدبي مناصفة الدكتور محمد إبراهيم عبد العال عن كتابه النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، والدكتور حسام عبد العاطي عن كتابه التماسك النصي في الشعر العربي. وفي مجال الرواية فازت رواية غذاء في بيت الطباخة للكاتب محمد الفخراني. وفي فرع الشعر العامي فاز الشاعر عبد السيد المصري عن ديوانه الحياة ما كانتش أحلى. أما في شعر الفصحى فقد فاز الشاعر جمال القصاص عن ديوانه كانت هنا الموسيقى. وفي العلوم الإنسانية فازت شيرين محمد مناصفة مع شريهان عبد الحافظ عن كتاب الإعلام الرقمي تشريعات وأخلاقيات النشر. وفي المجال العلمي فاز إيهاب خليفة عن كتابه الخوارزميات القاتلة. أما في مجال تحقيق التراث فقد فازت مروى محمد علي عن كتاب معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية. وفي فرع الفنون فاز الكاتب محمود قاسم عن كتابه العلم والسينما والتخيل. أما جائزة أفضل كتاب مترجم فقد ذهبت إلى محمد صبري يوسف عن ترجمته لكتاب توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية. وذهبت جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل إلى الكاتب أحمد سمير سعد عن كتابه جورج ومفتاحه السري للكون. أما جائزة أفضل ناشر مصري فقد فازت بها مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية. أما جائزة أفضل ناشر عربي فقد ذهبت مناصفة إلى الرواق للنشر والتوزيع من مصر ودار المتوسط للنشر والتوزيع ميلانو. وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربي، مما يتيح آفاقاً رحبة للتبادل الثقافي والإبداعي والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور بمختلف روافده الثقافية.